السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، بيّن للناس الحلال والحرام، حثهم على كل ما يقربهم من مرضات ربهم جل وعلا، وحذرهم من الفتن، وبيّنها صلوات الله وسلامه عليه بياناً شافياً، بيّن كبارها وصغارها، حتى أصبح المسلم عند مراجعته سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم يسير في حياته على علم وبصيرة. هذه الأيام أو هذه الشهور من هذا العام تكاثرت الفتن وحملتها عواصف وأعاصير كثيرة، وقل أن يسلم منها بلد من بلاد المسلمين، بل وربما غشت كثيرا من البلدان الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس تعرض لهم فتن تتوالى، تمر بهم كقطع الليل المظلم، كلما مرت فتنة قال المؤمن هذه يعني هذه مهلكتي، فإذا انجلت وإذا بأخرى. ذكر المصطفى أنها فتن تدع الحليم حيرانا، وقد مر بنا في هذه الأشهر الماضية أمور ما كان الناس أو أكثرهم يتوقعها، ثم رافقها أنواع من العدوان في مواطن الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان مما اطلع عليه ما يتعلق بالفتن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فئة ضالة إلى قيام الساعة يبلغ عددها 30 أو 40 نفر إلا وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هو أعلمنا أحفظنا. وقد خطب النبي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من صبيحة يوم من الأيام، واستمر يتكلم إلى صلاة الظهر، ثم صلوا فأعاد، ثم صلوا فأعاد، فما ترك شيئا إلا بينه، حتى يدخل الناس منازلهم من جنة أو نار. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على معرفة الفتن، ولا يعلمون متى تقع، وقرأوا مما قرأوا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كانوا يتوقعون أن يمر بهم شيء من هذا النوع، حتى مرت، وحتى قال بعضهم: ما كنا نتوقع أنها فينا. وسأل عمر رضي الله عنه عددا من الصحابة معه في مجلس، وقال: أيكم يعرف الفتن التي ذكر رسول الله؟ فقال حذيفة: أنا. قال: هي إنك على جري. قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والذكر. قال: ما أسألك عن هذا،
أسألك عن التي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة بل يكسر. قال أحري به ألا يغلق. فقال حذيفة أجل. طلاب أبي حذيفة سألوه وقالوا هل كان عمر يعرف من الباب؟ فقال حذيفة نعم، كما يعرف يعلم أن دون غدا غد الليلة. يعني حذيفة يعني عمر أن الفتن هذه لا تكون في وجودك، النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. ولما استنكر أمرا لما دخل في مكان فما كان من امرأة تضرب دفا تزعم أنها نذرت، وإن شاء الله أنها صادقة صحابية، فلما دخل عمر أخذت الدفة وجلست عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي يا ابن الخطاب إن الشيطان لا يهابك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في من كانوا قبلنا محدثون يعني ملهمون، يقول فإن يكن في أمتي أحد فعمر، فكان رضي الله عنه بابا في وجه الفتن. وبعد موته رضي الله عنه وجدت فتن، وأول فتنة اجتمع لها، وقد كررت هذا المعنى في عدة مواقع، في مكة وفي عدد الأماكن في الرياض عند مناسبات خاصة في حدوث هذه الفتن التي عصفت بشطر كبير من المغرب ومصر وما حولها والشام وما حولنا. وذكرت أن أول فتنة فيها تجمع كانت في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع في أمر قام به عثمان ما على عثمان ما عمل بعد اليوم رضي الله عنه، وأخزى من يمقتونه من فجرة كل عصر، فقتل رضي الله عنه شهيدا. ثم لم تلبث الفتن أن تأتي متقاربة أو متباعدة، ولكن زمننا هذا زمن أخصب من غيره للفتن لضعف أمر الناس في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يعلم أن الناس يكون بينهم خلاف ونزاع، ولكنه أرشدنا وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذا رد الناس أمر كل مشكل عليهم إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رد الراغبين في معرفة الحق الخائفين من التعثر في المسالك، وجدوا علاجا لكل مشكلة وإضاءة وكشفا لكل ظلمة. والناس في أمس الحاجة دائما وأبدا لأن يخلصوا لربهم في العمل، ليفزعوا إليه جل وعلا، ليستعينوا به على أمور دينهم ودنياهم،
ليكثروا من ذكره حتى تنتعش قلوبهم وتشرق نفوسهم ويحصل لهم من الهدوء والطمأنينة ما ينفسح بها المجال أمامهم للتفكير فيما يحدث حولهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن لا حول ولا قوة إلا بالله إنها كنز من كنوز الجنة، فينبغي للمسلم أن يكثر من قولها. فيه التبرع من المسلم من الحول والقوة إلا بالله، وفيه الاقتناء من هذا الكنز العظيم في داخلية نفسه، والحديث في صحيح البخاري وغيره. فينبغي للمسلم أن يكثر. يقول الله جل وعلا عن الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بين الحلال والحرام لم يقصد الحلال المأكول والمشروب، وإنما الحلال أي كل ما أحله الله للعباد، والحرام كل ما حرمه الله عن العباد. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يقول عليه السلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول النبي: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كيف السبيل لإصلاح هذه المضغة؟ يجتهد المرء في تفقد أحواله وأعماله، يجتهد لينظر في عواطفه وميوله، ما كان من ميل إلى الخير فليحمد الله فالفضل له، وما كان من أمر سوى ذلك فليتب إلى الله وليسأل ربه اللطف والتوفيق. ولينعش هذا القلب. كيف ذلك؟ يتعاهد أذكار المساء والصباح، يتعاهد الأذكار عند الأكل والشرب والابتداء والانتهاء، يجتهد في ذكر الله عند وضع جنبه على الفراش، وإذا استيقظ، إذا دخل المنزل أو خرج منه، إذا دخل المسجد أو خرج منه، يجتهد من ذكر الله عندما تتجدد له نعم من لباس أو طعام أو ذرية أو ما يدفع الله عنه من المكانة أو ما يحقق الله له جل وعلا من المطالب الكريمة، فإن جميع النعم من الله، كما قال جل من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم نحن مهما أردنا أن نحاول ونحصي النعم فلن نستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان عليه أن يتفقد سيرته بقدر المستطاع، ثم يكثر من الاستغفار والتوبة لما يعلمه من سيئات وذنوب ولما لا يعلم. فإن القلب إذا كان في صحة تامة وعافية بالغة اجتمع له البصيرة النافلة ورهافة السمع والحس، فلا يغشى منكرات، وإن أخطأ كان رجاعا إلى الله.
بلادنا ولله الحمد مقصودة في كثير من الأوقات بالفتن، ويدافع الله عنا بلطفه سبحانه وتعالى. ونرجو أن نكون من أهل الإيمان، فإن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكان الناس يتوقعون أن تعصف البلاد فتن كما عصفت بأناس لا يقلون عنا رغبة في الحياة أو قد يزيدون، وهم أكثر منا عددا وأقوى عدة، ولكن الله جل وعلا بمنه وكرمه صد عنا كثيرا من الفتن. وليست هي في هذه السنة، فإن الفتن أريد ببلادنا أن تعصي بها من عشرات السنين. فنرجو أن الله جل وعلا دافع عنا بسبب ما نحن عليه من عقيدة على ما فينا من تقصير. على المسلم إذا سمع عن الفتن أن يسأل عن المخرج منها قبل أن تقع، وكيف يتقيها، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليها أمر في متوفى ينظر إلى حذيفة، فإن صلى عليه صلى على ذلك الشخص. ومع ذلك فعمر يسأل حذيفة: أسماني لك رسول الله؟ لأن النبي سمى لحذيفة المنافقين. فلما ألح عليه قال: لن أبرئ أحدا بعدك ولم يسمك لي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف عمر الذي قال عنه النبي ما قال، الذي قال عنه: إن الشيطان لا يهابك، الذي قال: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر، الذي قال: إن يكون في أمتي محدثون فعمر، إلى آخر، ومع ذلك كان يخشى. إذن نحن أولى بأن نخشى ونحرص على الأخذ على تعرف الأسباب الواقية ومحاولة الأخذ بها، وأن نكثر من ذكر الله جل وعلا. عند دخول المنازل يدخل الواحد ويسمي الله ويذكر الله، تنتبه المرأة الزوجة والبنت والابن ومن في البيت، يحرص الإنسان على ذلك. لا يقرب له طعام إلا ويسمي قبل أن يبادر إلى التناول، أو ماء لا يبدأ بالشرب إلا بعد أن يذكر الله يسمي، وأن يتعاهد نفسه عند الانتهاء، ثم يحاول أن يسرد أذكارا في الصباح وأذكارا في المساء لما فيها من الخير العميم على المسلم. وأذكر باختصار حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري وغيره، عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الصدقة، ما شعر إلا بمخلوق يحثو من الصدقة فأمسكه، فلما أمسك توسل له ذلك الشخص بأنه فقير وذو عيال وأنه لن يعود فأطلقه رضي الله عنه. والصحابة رضوان الله عليهم يحبون الرفق بالعباد، وإذا به فلما أصبح وغدا على رسول الله نظر إليه النبي مبتسما قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فما كان من أبي هريرة إلا أن يذكر القصة، قال كذا وكذا، وزعم أنه لا يعود، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فتهيأ أبو هريرة لليلة الثانية، لأن النبي أخبر أنه سيعود حتما، محمد لا ينطق عن الهوى، فجاء فأمسكه ثانيا
وشدد عليه ثم تعهد لها أنه لن يعود فأطلقه. وتكرر السؤال من رسول الله لأبي هريرة والجواب من أبي هريرة وجواب رسول الله أما إنه سيعود. وفي الثالثة لما أمسك قال لا، وهو في كل مرة يقول لا أرفع عنك إلى رسول الله، قال لا أرفع عنك إلى رسول الله. هذه ثالث مرة قال دعني أعلمك كلمات تقولها إذا آويت إلى فراشك فإنه لن يزال عليك أمير الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وأبو هريرة من أشد الناس حرصا على تحصيل العلم رضي الله عنه، ولذلك فإن الأحاديث التي رواها تفوق أي واحد من الصحابة. فقال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل يسيرك؟ فذكر له ما حصل. قال ما إنه قد صدق وهو كذوب، يعني صدق عندما قال اقرأ هذه الآية إذا وضعت جنبك على فراشك فاقرأها وهو كذوب. أتدري من تحادث يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ فقال الله ورسوله الأعلم، قال إنما ذاك شيطان. فهل الواحد منا إذا أوى إلى فراشه يبادر لقراءة آية الكرسي وهو على فراشه؟ فإن قام وخرج ثم عاد فليقرأها ولو لم يكن على طهارة، ما عدا الجنابة، الجنب لا يقرأ شيء من القرآن حتى يطهر، وما سوى ذلك فالأمر سهل. إذن يتعهد المرء نفسه بالأذكار لتحصنه. هذه العواصف التي جلست عند بعض البلاد الإسلامية ولا سيما ليبيا والجزائر وسوريا واليمن، فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج وأن يقبض إليه عاجل غير آجل القذافي، وأن يقبض إليه عاجل غير آجل النصيري بشار الخبيث الفاجر رئيس الحزب الاشتراكي الفاجر، حزب البعث الاشتراكي. ولعلكم تسمعون وترون ما يعامل به الناس، وأبوه قبله ماذا فعل بسوريا؟ 10,000 الذين قتلوا، ومع ذلك لم يؤت الناس إلا من أنفسهم، ما أوتوا أبدا في أي موقع إلا بشيء من التفريط بأمر الله جل وعلا. فالله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما من فساد يقع ولا شر وبلاء ينزل إلا ومن أسبابه أعمال العباد. هذه الفتن يا عباد الله نحن ينبغي أن نكثر من شكر الله. مضت أشهر على حدوثها في تونس وليبيا ومصر وسوريا والبحرين، والذي وراء البحرين الدولة الخبيثة الصفوية الرافضية دولة إيران، وأعمالها لا تنسى. ماذا فعلت في 1407 في مكة في الحرم، والفساد الذي جاء بحجاجها الفجرة؟ لا شك أن هؤلاء يصدق عليهم هم العدو فاحذرهم. ووقانا ربنا جل وعلا، وإن كان عندنا منهم الذين كما يقول أبو حسن مبارك قبل سقوطه قال ما من يعني شيعي 12 إلا وولاؤه لإيران، ولا شك أن من عندنا في حقيقة أمرهم ولاءهم لإيران.
وإن لم يتظاهر، وإن قالوا نحن مواطنون، فنحمد الله جل وعلا على ما وقانا من الشر، وعلينا أن نحسن التمسك بالحق الذي نحن عليه، وأن نفتش عن أنفسنا عن قصور يحصل أو خلل يوجد، ثم إذا وجد أي إشكال ينبغي لكل مطالب علم أن لا يحسن الظن بنفسه ويظن أنه رجل الدنيا ووحدها، بل يسأل. ربنا جل وعلا أمرنا جميعا بالتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، أمر سبحانه وتعالى لما أثنى على عباده المؤمنين كما في سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولم يكتفي بذلك، وعملوا الصالحات ولم يكتفي بذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينبغي للناس أن يحرصوا ولو كانوا في أمر سعة وراحة بال وسلامة من الفتن ألا يعملوا، فإن الذنوب لها أثر على الناس. رب ذنب جر بلايا ومحن، فالإنسان ينبغي أن يحرص في كل ليلة عند نومه أن يعلن بين يدي ربه جل وعلا بالاستغفار والتوبة، وسؤال الله جل وعلا أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، ويكرر مثل هذه الأدعية. ثم نصيحتي أيضا لعموم طلبة العلم أن يحرصوا على التعاون فيما بينهم، وأن لا يحرص كل واحد من أن يقول ما يعن له، وأن يبين ما يرى أنه البيان، لا مانع للشخص إذا سئل عن أمر من سائل يستفهم أن يبين، وإذا لم يسأل فليحمد الله على العافية. كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤتى الشخص يسأل، فإذا كان يرى أن من هو أعلم منه موجود قال اسأل فلان. وهذه تروى بالقصة الصحيحة وقعت على عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن أبو هريرة أنه أكثر منه، إلا أن الموجود في كتب الحديث أن حديث أبي هريرة أكثر. فلما سأله سائل من أصحابه قال اذهب إلى ذاك الجالس على تلك الأسوار فاسأل، فذهب وسأله إذا بالمسؤول عبد الله بن عمر، فجاء وأخبره قال اذهب لذاك، فذهب يسأل الثاني وإذا به عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من أهل الفتية في الصحابة. فجاء الرجل إلى عبد الله بن عمر قال له وأنت ما تقول؟ قال أنا أقول بقولهما. يعني ينبغي أن يحرص طالب العلم على الاستشارة والرجوع إلى أهل العلم، وإذا رجع لا يقول ما قالوه إنه وحي منزل، ما أشكل عليه فليسألهم عن وجه الرأي فيه. إذا كان ممن يصلح أن يستدلوا فليسأل عن الدليل، وأما إذا كان عاميا فلا يسأل ما هو الدليل. لو كان السائل يفهم الدليل لأغنى نفسه، لكن لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. ثم ينبغي لكل واحد أن يشعر نفسه أنه مسؤول في هذه الأمة عن الأخطاء التي تقع، إن كان قادرا على علاجها فليعالج، وإن كان غير قادر فليتوجه إلى القادر إلى كل شيء يسأله أن يحفظ الأمة، يحفظ عليها دينها وأمنها ودنياها، أن يصلحها ويصلح ذرياتها، أن يبارك لها في
أعمارها وأعمالها، أن يصد عنها كل بلية. إذا وقعت الفتن قريبا لا يقول الواحد أنها وقعت على قطر كذا ونحن في مأمن، لا، الذنوب أشبه بشرارات النار تتغذى بأنواع الشرارات الأخرى حتى يحصل منها لهيب، وإنما تطفأ بتقوى الله جل وعلا والرجوع إليه والإكثار من ذكره جل وعلا. والإلى حضير السؤال، نصيحتي لكل واحد إذا كان له ورد في الليل أن لا ينسى المسلمين، أن يسأل الله جل وعلا أن يحفظ على أمة محمد آمنها على دينها، أن يرزقها صفاء العقيدة وإخلاص العمل لوجه الله، وأن يقيها الشر والفتن. ينبغي للواحد أن يكثر من الاستعاذة من الله بالفتن، من الاستعاذة بالله من الفتن ما ظهر منها وما خفي. وإذا علم أن أناسا ابتلوا في بلية فلينظر في نفسه، هل يحس بشيء عنده دب إليه من آثار تلك البلايا أو الفتن؟ إن لم يجد شيئا فليسأل ربه أن يتم حفظه وأن يحسن صونه ولطفه به. ينبغي للإنسان أن لا يفرح إذا قال قولا، إذا كان من أهل العلم وقال قولا ورأى أنه انفرد من بين إخوانه، بل إذا رأى أنه انفرد فليتهم نفسه، يتهم نفسه وليسأل من يستعين به في السؤال ما وجه موقفي الذي قلت. إذا بين له أنه كان على خطأ فليبادر إلى الرجوع عن الخطأ، فإن الشأن في المؤمن أنه رجاع، والشأن في المؤمن أن يكون حريصا على إرجاع كل أمر إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أن ينصح طلبة العلم الجادين في التحصيل أن يكثروا من القراءة في تفسير القرآن الكريم، أن يكثروا من القراءة في أحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن يكثروا من القراءة في أخبار الصحابة والتابعين. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم شهد للصحابة بأنهم خير الناس بعد الأنبياء كما في الصحيح، والخير الناس القرن الذين بعثت فيهم وهؤلاء الصحابة، قال ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. وهذا ثبت من حديث عمران بن حصير رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا أن عبد الله بن مسعود قال الصحابة والتابعين وأتباعهم ولم يزد، وعمران يقول لا أدري هل عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ليحرص طالب العلم على أن يقرأ ما كتب عن هؤلاء، فقد جمع الله حول محمد صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصحابة من رجال ونساء، ورأوا ورووا كل ما علموا وما سمعوا من أقواله وما علموا به ثم بلغونا، ونعم الأمناء كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى من يمقتهم، نقلوا لنا كلام الله ونسخوا القرآن الكريم حتى تدو إلى بين الناس، بلغونا سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن القارئ للسنة بتأمل وتدبر إذا جلس يفكر كأنه بين الصحابة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيما قال وما قيل وما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وما حصل له في الطريق وما حصل من ظهور المعجزات
في زيادة الماء وارتواء الجيش بكامله من قربتين مع امرأة من المشركين إلى غير ذلك، يقرأ سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أشكل عليه من معانيها يرجع إلى شراح الحديث، وما أشكل عليه من كلامهم يرجع إلى أهل العلم. ينبغي أن يحصل التعاون ليكون المنهج واحدا والاتجاه جليا ظاهرا. ثم ينبغي أيضا لطالب العلم الراغب الاستفادة أن يحرص على حسن الاستفادة ممن يثق بورع من يسأله وأمانته وتقواه وتحريه للعلم. فإن علماء السلف من أتباع التابعين كعبد الله بن المبارك وطبقته يقولون إن هذا العلم، يقصدون العلم الشرعي، دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ينظر للشخص عند تلقي العلم، ينظر هل هو منفذ للسنة في نفسه؟ هو إذا تجرأ على الإخلال بالسنة قد يتجرأ على بعض الإخلال أيضا في التعليم. فلا بد أن تحترم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد التكرار فيما يتعلق بالخير الذي عشناه وفي بلادنا. أول ثورة وقعت في البلاد العربية وغلب فيها نظام حكم في مصر في السنة 72,300، وكنا طلابا في معهد العلم في الرياض، وتحدث الناس وقيل، ثم صار الناس يتوارثون تلك الدولة، ثم وإذا بأخرى يحصل، فتتابعت الحلقات. يوم حصلت ثورة مصر كانت مصر أغنى بلاد العرب، وكانوا يتزودون الطعام الذي لا يخرب ولا يشترون في بلادنا إلا ما كان طريا كاللحوم الجديدة والخضار، وبقية النفقات يأتون بها من مصر. ثم كانت سوريا قريبا من ذلك، وكانت في خير ورغد عيش. ثم كانت العراق من أغلى بلاد العرب، نهران ثم يجتمع نهرا واحدا وتمون عددا، وهي أكثر بلاد العالم تمورا، لا تبلغ تمور العالم الإسلام والعالم كله ولا نصف تمور العراق في ذلك الوقت. ثم قامت الثورة المجيدة كما يزعمون، وسوت بين الناس بأن صاروا كلهم فقراء إلى غير ذلك، وحصل ما حصل في غير تلك البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يعاجل هذه البلاد التي لا تزال تئن من جراء ما هي فيه من فتن، أن يعاجلها بالفرج. ونبدأ بالجيران أهل اليمن، فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالتخلص من علي عبد الله صالح، ما دام أن الشعب كله يريده، وأن يكون الذين يخلفونه يحسنون حراسة اليمن عن المبادئ الضالة والمذهب الخبيث الفاجر، مذهب الاثني عشرية. ومعلوم عند أهل العلم مذهب الاثني عشرية، فإنهم يرون أهل السنة جميعا كفارا، ولكنهم يتمسكون بمبدأ النفاق أو قاعدة النفاق التقية، وإلا فإنهم يرون أن أهل السنة يسمونهم العامة، وهذا ظاهر في كتبهم التي يتداولونها ومؤلفة من القرن 3 الهجري في أواخره،
إلى عدة مرات، فعسى الله جل وعلا أن يحجب اليمن عن أن تفرخ فيه هذه الفئة الضالة الخطيرة التي لا يستحي أهلها، يكذبون الله جل وعلا بدون حياء. الله قال عن عائشة: أولئك مبرؤون مما يقولون، وهم يقولون لا إنها زانية لعنة الله عليهم، إلى غير ذلك. يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. إذا كفروا الصحابة فنبقى عاذرين لهم بالنسبة لنا، لكنهم مع ذلك لا يوفروننا. فنسأل الله جل وعلا إذا خلص اليمن من علي عبد الله ألا يجعل طريقا للشيعة الاثنى عشرية للاستقرار في اليمن. كان فيه حبات قديمة في اليمن، لكن لم يكن لهم شيء يذكر إلا عندما وجد الحوثي ومن معه، وإلا فالأصل موجود في اليمن. حتى في عهد الشوكاني أحد الآئمة الزيدية استوزر رجلا اثنى عشريا، ثم لامه الشوكاني رحمة الله عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل هؤلاء بالفرج، وأن يكون من يحل مكان النظام القائم من يعظم السنة ويحارب البدعة ويسعى في إصلاح البلد ونشر الأمن فيها، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل مرة أخرى سوريا بالإنقاذ من هذا الحكم الفاجر الطاغي، الذي من تولى حافظ الفاجر الحكم في سوريا قبل أكثر من 40 سنة وهم في عناء وشر، ما بين مشردين وما بين من قتلى وما بين وما بين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعاجل القذافي. القذافي أخبركم عن علم أعلن أمامنا أنا وعدد من أهل العلم أنه لا حاجة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي القرآن. يقول لا حاجة للسنة، الله أمر محمد أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وهذا الخسيس السيء يقول ما سمعناه. قال هذا الكلام أمامي وأمام 2 توفيا بل 3، أبو بكر جومي رئيس قضاة نيجيريا في ذلك التاريخ، ومحمد الحماني كبير علماء الجزائر، وعلي مختار من الرابطة، وذلك في عام 98 و300 وألف، ولم يزد حسناً. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يعاجله بالنقل، وأن يعاجل أهل تونس أهل ليبيا بالفرج من فتنته، وأن تكون إلى من يعظم السنة ويحكم الشريعة، إنه قادر على كل شيء. كما نسأل الله جل وعلا أن يحفظ للبحرين أمنها، فإن طواغيث العمائم يعلنون صراحة أن حكام البحرين كفار أكثر من على وجه الأرض. فيا سبحان الله، هذا الشخص الذي يقول لا إله إلا الله ولا يسب أحدا من الصحابة على الإطلاق يكون كافر، والذي يسب عائشة وأبيها وبقية الصحابة ويزعم أنه ما بقي على الإسلام إلا عدد أصابع اليد ويسرهم أهل السنة أهل الإسلام، هذا وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا أمننا ويبارك لنا في حياتنا ويحفظ علينا أمننا على ديننا وعلى دنيانا، وأن يوفق ولاة أمرنا ويجعل فيهم البركة والخير كثير، ويوفقهم لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يستمر المحافظة على نشر العلم الشرعي الصحيح والبذل في سبيله، وأن يتواصل ذلك منهم. فكم نشر وكم نشر من العلم النافع في العقيدة والفقه والحديث والتفسير، ولا تزال الخيرات ولله الحمد تتوالى. فنسأل الله أن يزيدهم من كل خير،
وأن أجعل كل خلف يأتي يكون ساع لإصلاح ما قد سبقه وتكميل ما قد بدأ به من الخير، وأن يملأ قلوبهم بالغيرة على الأخلاق والعقيدة والأمن، وأن يحسن جزاءهم، وأن يجعل عملهم كله خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.